بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بمناسبة تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى مونديال روسيا 2018 بعد فوزه على منتخب الكونغو في مباراة التي جرت على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وأعرب جلالة الملك المفدى في برقيته عن خالص تهانيه وتقديره لمستوى منتخب جمهورية مصر الشقيقة وبإعجابه بالأداء المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم، متمنيا أن يواصل المنتخب المصري مسيرته المشرفة وتمثيل الكرة العربية خير تمثيل في النهائيات.